إنتاجية عظيمة. وكل قطاعات الدكتور هشام بيه والزملاء الأعزاء من الخدمات الطبية القوات المسلحة وكل مصر. زي ما قالت الدكتورة، الحقيقة يعني أنا بشهد إن إحنا بنشهد فترة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والطبية والصناعات الدوائية في مصر. حقيقة الدواء معانا في كل خطوة، إحنا ما بنتحركش خطوة إلا معانا فائدة الدواء، كلنا فريق واحد. هم أي خطوة بياخدوها بياخدوا رأينا، وإحنا أي خطوة بناخدها بناخد رأيهم. مش كده وبس، إدارة الخدمات الطبية طبعاً على رأسها سيادة اللواء هشام الشتاوي في كل الخطوات برضو، إحنا منسقين مع بعض في كل موضوعات. أنا بتكلم دي نقطة، يعني اللي شايفينه ده تكاتف وتكامل جميع قطاعات الدولة لمصلحة الدولة. احنا دلوقتي بنتكلم بمنتهى الأمانة ان التدريب هو بيحقق مستهدفات عدة من استراتيجية القيادة السياسية ورؤيتها ل2030. استراتيجية القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصمم على امتلاك القدرة، وعشان تمتلك القدرة لازم تبني قدرات ولازم تبني خبرات، ومن هنا تيجي أهمية التدريب. وبالتالي بنعتبر اللي احنا فيه دلوقتي هو حاجة من أهم الخطوات نحو امتلاك القدوة، هو تأهيل وزيادة تأهيل القدرات والخبرات عندنا. والاستثمار في العمل البشري هو أحد مستهدفات القيادة السياسية، لأنه هو دايما بيقول سيادته الاستثمار في الإنسان المصري. احنا مش محتاجين جنباكس واحد، احنا محتاجين 10 جنباكس لتغطية أفريقيا. ومش ممكن ان انت هتعمل حاجة مشروع قومي زي ده يبقى مركز إقليمي من غير ما تخرج كوادر قادرة على إدارة هذه الصناعة الأجيال القادمة. وده الهدف من إطلاق الأكاديمية التعليمية النهاردة. طبعا احنا بنطلقها مع هيئة من أهم الهيئات حاليا في مجال القطاع الصحي في مصر، وهي هيئة الشراء الموحد، اللي احنا فخورين بأن هي النهاردة عاملة لنا الفورم القوي ده والجمع فيه كل صناع القرار من أفريقيا في المجال الصحي والدوائي. وكمان هيئة الشراء الموحد منوط بها أن هي توطن هذه الصناعة، وبالأخص طبعا صناعة اللقاحات. فما كانش ينفع ان احنا نعمل هذه الاكاديميه من غير وجودهم. الاكاديميه دي هتخرج لنا كوادر من مختلف القطاعات، من موظفين حكوميين، من طلبه جامعات في جامعات علميه وبحثيه، قادرين بعد كده على اداره مصانع صناعه اللقاحات.